عدنا اليومي واستعرضنا لآخر تجديدات وتحديثات أسعار العملات والذهب. فخلينا نشوف كده صباح يوم الجمعة 7 يوليو النهاردة إيه الأخبار في أسعار العملات. والبداية دايما بتكون مع سعر الدولار الأمريكي اللي بيسجل النهاردة للشراء 30 جنيه 84 قرش، أما البيع 30 جنيه 93 قرش. اليورو بيسجل للشراء 33 جنيه 59 قرش، أما البيع 33 جنيه و70 قرش. الجنيه الاسترليني بيسجل للشراء 39 جنيه 38 قرش، أما البيع 39 جنيه 51 قرش. الريال السعودي بيسجل للشراء 8 جنيه 22 قرش، أما البيع 8 جنيه 24 قرش. وأخيرا الدينار الكويتي بيسجل للشراء 100 جنيه 33 قرش، والبيع 100 جنيه 73 قرش. من أسعار العملات نروح مع حضراتكم لأسعار الذهب، والبداية مع عيار 18 اللي بيسجل النهاردة 1864 جنيه، عيار 21 بيسجل 2175 جنيه، عيار 24 استقر عند 2485 جنيه، وأخيرا الجنيه الذهب بيسجل النهاردة 17400 جنيه. ومن الملاحظ كده أن في الحقيقة انخفاض تدريجي نوعا ما في أسعار الذهب.